الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة من أهم دعائم الصحة للطفل وكمان للكبار. أولادنا بيتولدوا طبيعيين، لكن للأسف 21 من كل 100 طفل بيطلع قصير بشكل مرضي ومتأخر في الدراسة في المدرسة نتيجة إنه مرضعش صح أو اتغذى غلط. الأرقام بتقول إن 22% من وفيات موالدنا بتحصل بسبب البعد عن الرضاعة الطبيعية، يعني ممكن كل أم تنقذ 1 من 4 بسبب بس الرضاعة الطبيعية. انت مش بس بتنقذيه من الموت، انت كمان بتحميه من امراض زي السكر والرب والالتهاب الرئوي. لو ركزنا عن الامهات، الام اللي بترضع طبيعي بنقدر نحميها من حاجه مهمه جدا، هي سرطان الثدي. من ضمن كل حالات سرطان الثدي اللي بتصاب بيها الام المصريه، 20% ممكن نمنعه بس بالرضاعه الطبيعيه. وكمان نقدر نمنع امراض كتيره جدا منها تحصل في الكبر، زي السمنه وزي تصلب الشرايين وزي الضغط وزي السكر. الفايدة مش بس في الطفولة، الفايدة ممتدة لآخر العمر. برغم الأبحاث والدراسات العالمية اللي أثبتت أهمية القصوى للرضاعة الطبيعية، إلا أن بس 13% من أمهات مصر هم اللي بيرضعوا الرضاعة الطبيعية المطلقة لغاية سن من 4 لـ5 شهور من أطفالنا. يعني إيه الرضاعة الطبيعية المطلقة؟ يعني الرضاعة اللي هي لبن الأم فقط. وعشان كده وصلنا لمشروع مقدم المشورة التغذوية. المقدم المشورة ده هيكون إنسان متعلم، وبنمرنهم في برنامج متخصص ومعتمد، بنعمل لهم زي شبكة من مقدمي المشورة تقدر أي أم توصل لهم عن طريق تطبيقات على الهاتف. تحط اسمها، الأم بتحط اسمها، بتحط رقم التليفون، بيطلع لها أقرب مقدم مشورة ليها وبتبتدي تتواصل معها عن طريق التليفون، وبتروح لها مقدمة المشورة وتقدم لها المشورة اللي هي محتاجاها. مش بس بتقدمها لها في وقت الاحتياج، لأ، دي بتستمر معاها فترة السنتين الأولى من العمر لغاية ما يعديها الطفل بنجاح. بدينا المشروع من 2 سنين وعملنا أول خطوات في المشروع، خطوات كانت ناجحة، ساعدتنا في إن إحنا ندخل بيه مسابقة عالمية مع مشاريع مقدمة من جميع دول العالم، والحمد لله اترشحنا من أول 25 مشروع. المشاريع دي معروضة للتصويت، واللي هيكسب هو اللي هيحصل على أكبر الأصوات. نجحنا في إيديكم، صوتوا لنا، ساعدونا، ادعمونا، مصر لازم تكسب.